اول زياره بقى لو فاكرين قصه الفتاه ايمان عبد العاطي اللي هي لقبت بان هي اسمن فتاه في العالم، اللي سافرت الهند علشان تقوم باجراء عمليه تكميم للمعده هناك، واول زياره رسميه حصلت للفتاه امبارح، وكانت من السفير حاتم تاج الدين والسفير محمد المساعد وزير الخارجيه المصري والسفير محمد اللي سافرنا هناك، وايضا القنصل احمد خليل قنصلنا في الهند. والحقيقه الحمد لله إيمان بحالة جيدة جدا، والدكتور الهندي قال إن هي بتتعافى تتماثل للشفاء، وإن هي ممكن تعود لمصر في إبريل القادم. يعني العملية تمت بنجاح، هي أزالت أو شالت 75% من معدتها، وإن هي بعد سنة تقريبا هتستطيع إن هي تمشي على رجليها، وطبعا حط لها زي نظام لازم تمشي عليه، منعها تماما من اللحوم، هتستعيد ده بمكملات غذائية وحاجات فيها ألياف كتيرة وبروتينات ومنتجات ألبان علشان تعوض طبعا البروتينات دي، وهتخضع أيضا زي ما بنقول علاج طبيعي فترة طويلة جدا عشان تقدر إن هي تحرك المفاصل بعد الفترة الطويلة اللي هي كانت قاعدة فيها وملازمة للسرير. وإحنا طبعا نتمنى لها كل الشفاء، وإن شاء الله لما تيجي يكون ليها لقاء معاها في سيداتي أنساتي. دعانا